أولا سقطت علينا قرار لجنة الانضباط للاتحاد العربي، وين غرم الفريق ب150,000 دولار في السوق الموازية، تعتبر 3,300,000 جزائري، زائد 5,000 دولار لرمي شماريخ، زيادة على منع اتحاد العاصمة من استعمال ملعب بلوغين في مباريات كأس العرب، وعقب فريق القوة الجوية ب100,000 دولار و20,000 دولار أخرى بعد الانسحاب. يعني بكل صراحة نظن يعني اتحاد العاصمة لم يختار ولم يريد أن يلعب في ملعب عمر حمادي إلا بعد ما استحال لعب المباراة في ملعب 5 جويلية أو في ملعب شاكير بالبوليدة. يعني كان مستحيل، لم تكن يعني إرادة نادي أو إرادة اتحاد أو أي شيء، يعني الظروف هي التي لم تسمح لنا بإقامة المباراة في ذاك الملعب. أظن نحن ما دام نحن نشارك في هذه الدورة لابد أن نكون نعطي إضافة لتطوير وإنجاح هذه المنافسة، فلا داعي للخوض يعني في أمور التي ربما ستسيل نوعا ما بعض الحبر مرة أخرى. نظن بأن القضية انتهت وطوي ملفها، فنحن نقتنع بما قامت به لجنة الانضباط للاتحاد العربي، وسنواصل يعني المنافسة من أجل هذا الكأس، وسنحترم يعني في حياتنا دائما نحترم الأندية اللي تلعب معها.